لكن لما الناس اللي في المهجر مش بس الأقباط لكن الأجانب بيسمعوا المحكمة في مصر بتطلع قرار زي كده ضد حقوق إنسان المسيحيين بيستاءوا جدا، وبيبقى منظر مصر سيء جدا في المهجر. هي للأسف لازم المحكمة ومصر تراعي النقط دي. أكيد، وهي بتراعيها، لأن في أكتر من حكم في محكمة النقض كان بيعيدوا تاني بتحتكم للكنيسة في الأمور الدينية لما يكون في محكمة النقض. هل أنتوا هتستندوا لأحكام النقض السابقة في أكثر من قضية أنها رجعت بالموضوع إلى الكنيسة قبل كده؟ يعني ده حصل، لأن مش يعني محكمة النقض في أحكام كتيرة مش بس محكمة النقض، فيما هل هتلجأوا للمحكمة الدستورية أو إيه الخطوة اللي جاية؟ الخطوة اللي جاية مرتبطة برد الفعل اللي جاي. الخطوة الأولى، الخطوة الأولى للكنيسة ما حدث اليوم، إحنا يهمنا هدوء البلد. فحسب رد الفعل للخطوة الأولى قد يكون هنالك خطوة تانية أو قد لا يكون. لا، ما أظنش هتضطروا لده. إن شاء الله ان شاء الله. ما اظنش. البابا حكيم قوي. شوفي. لا، واللي بيحكم البلد دي جدا حكيم ايضا. جدا. ايضا. جدا. ربنا يعطيه العمر. العلاقات بين البابا شنوده والرئيس مبارك علاقات تاريخيه. ده صحيح. قديمه، قدم وصول البابا شنوده وقدم وصول الرئيس مبارك لرئاسه هذه الدوله. انا ازعم ان خلال الساعات القادمه هيكون في حكمه الرئيس حدان. خلال الساعات القادمة أزعم هذا. طب ما فيش تحرك علشان يبتدي يبقى فيه لائحة أخرى أو مشروع القانون الأحوال الشخصية؟ التدرج حصل في إيه؟ سواء القائمين على الأحوال الشخصية أو اللوائح، تعرفي إحنا مشينا في إيه؟ أتكلم بصراحة وبهدوء شديد. أولا من جهة القائمين، الكنيسة عاشت زمن طويل ولتمثل المرحلة الأولى لقرون عديدة. الكهنوت والكهنوت فقط هو المسؤول عن كل ما يتعلق بالزواج، بالطلاق، بغيره، ولا يوجد جهة أخرى. بنروح للكنيسة، ما فيش لقاضي ولا أي حاجة. ماشي. هنا دخلنا في مرحلة تانية، والمرحلة التانية كانت أثناء خلو الكرسي البابوي لأحد البابوات في فراغ، وهو البابا بنيامين الثاني، البابا 111. كان في بيشرف على الكنيسة في ذلك الوقت مطران البحيرة، اسمه مفيش داعي. انت مش حبه؟ لا، عشان ما نجرحش في اسمه، ده تاريخ يعني ملوش لازمة يعني. في التاريخ هنذكر ايجابيات اقول اسمه، لا مفيش داعي. وهنا تشكل اول مجلس تملي في خلو الكرسي، وكان في 16/1874، وده أول تواجد للعلمانيين في إدارة الكنيسة. ليه؟ بدأوا إنهم يشتغلوا في مهام شغلهم، مفيش، بعد 20 يوم في 6/2 من سنة 1874 بدأوا يشتغلوا. طيب. وحصل انتخاب بطرس غالي باشا هو وكيل لهذا المجلس. ده أول تدخل للعلمانيين، إنما الخطورة مش في ده. كان معاه أول تدخل من الدولة. راح جاي اسماعيل باشا اصدر قرار بتشكيل هذا المجلس المني. ليه ليه ليه؟ ده تعيين يعني. ده اول علمانين بيتحطوا واعتبروا شوكه ظهر الكنيسه، مفروضين على الكنيسه، والقرار من الخليوي. طب ليه يا عم بابولا تظلمهم؟ ما ناس طيبين اللي جايين يشوفوا. اول بابا جه بعديهم على طول هنشوف هيعمل ايه، كان البابا كيرلس الخامس 112. حاول يتعايش مع المجلس المالي، لا الحكايه مش ماشيه، شويه بشوات وبكوات راح مجمل في الاول المجلس المالي، لا الحكايه مش ماشيه، راح لاغي المجلس المالي. ولغى المجلس المالي واستمر لحد سنه 1883. راح اسماعيل باشا، جه توفيق باشا، راح مقرر نفس الحكايه تشكيل تاني مجلس ملي، بس مع فض المنازعات. ايه فض المنازعات؟ كلف
رئيس وزارة الدولة اللي هو رئيس وزارة الدولة شريف باشا بعمل لائحة تنفيذية عشان ايه فض المنازعة. ايوه اللائحة التنفيذية دي لا 38 لا لسه ما دخلناش في حرش خالص لسه المجلس الملي. طيب تعالوا نشوفوا بداية اللائحة التنفيذية دي اللي بدأت تتحط. اللائحة دي من أربع فصول 38 مادة. أنا ما يهمنيش 38 مادة، يهمني المادة 16 والمادة 17. راح محطوط المادتين دول أول مرة يتسمى اسم المجلس الإكليريكي للأحوال الشخصية. المادة 16 قالت اختصاصات المجلس الإكليريكي للأحوال الشخصية. المادة 17 قالت تشكيل المجلس الإكليريكي للأحوال الشخصية. اختصاصاته قال لك النظر في كل مسائل الأحوال الشخصية الأقباط، المواريث، الوصايا، وكمل وقال لك معاها الفصل في الدعاوى الخاصة الإكليريكي اللي هما الكهنة. واحد زعلان مع قسيس يروح للمجلس الإكليريكي ده يفض المنازعة. المادة 17 تشكيله برئاسة البابا أو من ينيبه من الاباء المطرنه والاصفر. ما كنا هنقف عند الحته ديت نكمل بس بقى التشكيل. واربعه من الكهنه يختارهم البابا. ماشي هنقف عند الحته دي ونكمل بقى نوصل للنقطه اللي هي المحوريه معانا دلوقتي. هنطلع فاصل اعلاني ونرجع تاني، ابقوا معانا. مره اخرى ازمه التصريح للزواج الثاني مع الكنيسه، ومعانا الانبا بولا. هنكمل مع حضرتك موضوع اللوائح، عايزين نستكمل لغايه ما نشوف وصلنا ازاي للائحه 38 اللي بين قوسين هقول اللي اعتمد عليها القضاء الاداري في الحكم، ولذلك بنقول لو عمل غير كده كان هيبقى بيحابي للكنيسه، ولكن هو طبق اللائحه 38 الموجوده عنده. اوكي اتفضل. انا هرجع للقائدين، وقلنا كانت كنيسه مستقله، وبعدين بعد تشكيل المجلس الملي بدأت شكل مجلس إكليريكي، وبقى من ضمن اختصاصاته أحكام مش التصريح، هو اللي بيحكم يطلق ما يطلقش. لحد هنا بقى فيه واضح تدخل الدولة في إسماعيل باشا وتوفيق باشا، تدخل العلمانيين في مجلس إكليريكي، إنما كان في اسمهم أنجا. إن الكهنوت البابا والكهنة بس هم اللي بيحكموا في قضايا الأحوال الشخصية. لحد كده كانت الأمور ماشية. جت سنة 55 بعد الثورة صدر القانون 462 لتحويل المجالس الماليه والشرعيه على المحاكم المدنيه. الكنيسه اتخضت. الكنيسه هنا في الحاله دي بدات تحاول بسرعه انها يعني تقدم حاجه للدوله. المهم لما تحول على الدوله، طب المجلس كيك اللي كان بيطلق ماشي هنستبقيه بقرار، بس دوره ايه؟ استشهاد تصريح بالزواج. المحكمة هتطلق وانت يا مجلس إكليريكي صرح بالجواز. طب هنا يا دولة المحكمة بتطلق، انت بتخلي الكنيسة تصرح ليه؟ ما هو كان وقتها الكنيسة رافضة اللائحة وهجيلها بعد شوية. فيعني احنا هنطلق بلائحتنا، انتوا جوزوا بطريقتكم. او انتم معترضين انها قضاء مدني وتقولوا جايز يخالف الدين بتاعنا، اهو انتم اللي هتصرحوا من عدمه، ولو قدرتوا تصلحوهم اعملوا عادي الجواز والدنيا هتتصلح. لكم دور يعني. فمشي. ومشي دور المجلس الإكليريكي على هذا الحال بعد الثوره. بقى هو الجهه الوحيده التي لها حق تصريح تصريح الجواز. ولما اجي في العقد وثيقه الزواج المدني وليس الكنسي، الاقي من ضمن بنودها تصريح الجهه الدينيه رقم كذا بالتاريخ كذا. يعني ابونا اللي بيتجوز مش هيتجوز من غير ما يبقى معاه تصريح يشير اليه في هذا العقد، لان ده حق مطلق للمجلس الإكليريكي. طب ايه الكارثه ايه بقى؟ ما فيش التطور. انت لوحدك بتشتغلي، بعدين قالوا خلاص اعملوا مجلس ملي ونديكم مجلس إكليريكي، بعدين مجلس إكليريكي بدل ما كان بيطلق خليه يصرح. ايه الكارثه؟ الكارثه في الحكم الاخير كل ولا المجلس الإكليريكي هيبقى له دور. ايوه ليه بقى الكارثه في الحكم الاخير؟ لا انت لما تقول يا كنيسه غصب عنك هتتجوزي بعد الطلاق، امال دور المجلس الإكليريكي اللي انت لا لا لا، هو الراجل القاضي ده حكم باللائحه اللي عنده،
هو ما قررش حاجه من دماغه. يعني ده قدامه لائحه بيطبقها. هو ملوش دعوه، هو بيطبق القانون. اسمح لي من فضلك، انا هبص على اللائحه. بغض النظر ايه اللي في ايده، وبغض النظر مين حكم، انا مش بتعرض لاشخاص ولا احكام ولا احنا ولا انا بتكلم على زاويه معينه.